عندما تكونون مستعدين أنت والآخرين. مرحبا بكم جميعا، فلنستعد لهذا الأصدقاء والعائلة المختارة. سبحة، أرجو أن تبدأ تشغيل الشرائح. نحن لن نشغل الفيديو بعد، سنبدأ بالأمور التقنية. ماريانا، سأبدأ بعد 5 ثواني لكي نستطيع قص الفيديو. نحن الآن على البث المباشر. شكرا صديقتي. مرحبا بالجميع، اسمي أنا سويا بلغتي الأم، ونشوى باللغة البنغالية وهي لغة والدي. أنا أجي من عالم حيث نشأت مع لغات كثيرة، ولكن مع ذلك الإنترنت لا أشعر أنها مشابهة لطفولتي. لماذا هذا؟ نحن هنا لكي نستكشف معا. مرحبا لحفل إطلاق تقرير حالة لغات الإنترنت. سنبدأ بأهم الشيء، هو أن تستطيعوا سماعنا بلغات مختلفة. يمكنكم اختيار الترجمة الفورية بلغات مختلفة: البنغالية والعربية والبرتغالية والإسبانية وبالطبع الإنجليزية. شبا، هل يمكنك أن تنتقل إلى الشريحة التالية من فضلك؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للجميع الذين لم يقوموا بهذا على زوم من قبل، فنرحب بكم لقدرة الترجمة. إذا ذهبتم إلى أسفل شاشتكم سترون أن هناك صورة لكرة. أرجو أن تضغطوا على هذه الصورة، ستعطيكم الاحتمالات المختلفة للترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والإسبانية، البرتغالية، البنغالية والعربية. اضغطوا على اللغة التي تودون الاستماع إليها، وابقوا في هذه القناة. هل يمكن أن نطلب من جميع أن يكتموا صوتهم في حالة عدم تحدثهم؟ لأني في هذه اللحظة أسمع بعض الضوضاء. أرجو أن تغلقوا الصوت في حالة عدم كلامكم. عندما تضغطون على اللغة التي تودون الاستماع إليها، ابقوا فيها، ستكونوا في هذه الحالة أسهل خبرة أن تبقوا في هذه اللغة طوال الفعالية. ونحن نشكر مترجمينا ومترجماتنا الموجودون والموجودات معنا. شكرا على قيامكم بهذا العمل، لأنه بدونكم لا يكون هناك تعدد لغات. شكرا على ترجمتكم. نأمل أن يستطيع الجميع استخدام الترجمة بصورة جيدة. وننتقل. سبا، مرحبا. سنقوم الآن بالعمل بالتحدث عن بعض مبادئ التنظيم في عالمنا، عالم whose knowledge، معرفة من، وفي ممارسات أسرتنا. نحن نستخدم المحبة والاحترام والتضامن كممارسات أساسية. بالنسبة للجميع، عندما تتحدثون أو تستمتعون بالاستماع إلى بعضكم البعض، فلنحضر المحبة إلى الغرفة. أرجو أن تكونوا حاضرين تماما بذواتكم المتعددة، وأرجو أن تحضروا أيضا حبكم للغات على الإنترنت في الغرفة وأيضا في صندوق الدردشة. أرجو أن تظهروا الاحترام لأنفسكم، لبعضكم البعض وللوقت. فأعلمونا أيضا، ودعونا أيضا نؤكد الخبرات المتعددة بما في ذلك خبرات اللغة و
الجوانب المتنوعة للأجساد والتعبيرات عن الجندر، وأيضا التضامن، فلنكن على وعي بالامتيازات ونتحدث ببطء ووضوح حتى نفهم بعضنا البعض، ودائما نعبر عن التضامن بلغتنا وبأفعالنا. مرة أخرى بالنسبة للذين يدخلون، أذكركم أن الترجمة الفورية متاحة بلغات 5 مختلفة. أرجو أن تختاروا اللغة التي تشعرون بالارتياح لسماعها واستمعوا إليها طوال الفعالية، لأن هذا ما سيجعل الفعالية أكثر سلاسة. إذا واجهتم أي مشاكل أرجو أن تكتبوها في الدردشة. أنا متأكدة أن ماريانا وشبهة سيساعدونكم. شبهة، الشريحة تالية، وبما أننا نقوم بهذه الفعالية لكم ولكن جميعا الذين كنتم جزء من هذا المجتمع الممتد الذي ساعدنا على إنجاز هذا العمل معا، نود أيضا أن تشاركوا أفكاركم على وسائل الإعلام الاجتماعي. أرجو أن تتابعونا. أنا أستمع إلى الموسيقى بالفعل. لقد أطلقنا قبل أن نطلق استخدموا الهاشتاج بالإسبانية والبرتغالية والإسبانية، وأيضا هناك بث حي على قناتنا على اليوتيوب، الرابط في الدردشة في الشات. أرجو أن تتابعونا وتشاركوا كل أفكاركم على وسائل الإعلام الاجتماعي. الآن من نحن؟ نحن whose knowledge معرفتنا من معهد الإنترنت بأكسفورد، وأيضا مجتمع الإنترنت، مركز مجتمع الإنترنت في الهند. نحن تجمعنا لكي كانت سنتين طويلتين، سنتين ونصف، وعشنا خلال الجائحة، ونستمر في الحياة من خلال أنواع مختلفة من الجائحات. نصف فريقنا اليوم ما زال يعاني من الجائحة، ونحن هنا الآن لأننا نحب اللغات ونود أن نقوم بهذا معا، ونحن شاكرين لأنه أبعد من هذه المؤسسات الثلاثة هناك ما يزيد على 100 من المساهمين في جميع أنحاء العالم عبر حبهم للغات من خلال الصوت والمرئيات والنصوص الرسائل وبكل طريقة ممكنة. هذا التقرير لم يكن ليتم بدونكم. أتمنى أنني كنت أستطيع أن أسميكم جميعاً. عندما نطلق التقرير يمكنكم جميعا أن تذهبوا تزوروا الموقع وتشاهدوا وتطلعوا بأنفسكم. شكرا لكم مرة أخرى. لماذا اخترنا اللغات؟ لماذا كان هذا هاما بالنسبة لنا؟ لأن كل منا الذي عمل على هذا التقرير يستخدم لغتين أو ثلاثة من أماكن مختلفة من العالم، فأعتقد بالنسبة لنا بأننا نشطات ونشطاء ونحب اللغات وتقنيين، كان من الواضح أنه حتى في تعبيراتنا وخبراتنا على الإنترنت لم نكن متعددي اللغات بالنسبة لأنفسنا كما نحب. وإذا لم نكن نحن ولم نستطع أن نكون متعددي اللغات، ونحن لدينا تمييز وامتيازات كبيرة، فماذا عن الباقين حول العالم؟ اللغة شعرنا أنها عمل للبحث هام لكي نعرف ونعبر للجميع أن اللغة أكثر من مجرد وسيلة للتواصل، إنها ليست فقط نظام تقني. نحن نعبر ما نفكر ونعتقد ونعرفه من خلال اللغات، ولكي نكون متعددي اللغات هذا يعني أننا يجب أن نكرم الثراء الكامل لأدواتنا الكثيرة وعالمنا المختلف. لا يمكننا أن نكون على الإنترنت وفي العالم الحقيقي بدون تعدد اللغات. وبالنسبة لمعظمنا نحن نفهم عمق تعدد اللغات. بالنسبة للشعر والموسيقى أود أن أشارك جزء من شعر لطيف صديقي، الشعر اسمه أردو. هذا
هذه لغة الصداقة، تصالح السماوات، إنها محيط من الفن والمعرفة، هذا العالم الخاص باللغة. ما طلبناه وما كنا نريد تحقيقه بأكثر من 7000 لغة متحدثة ولغة إشارة في العالم، كم من هذه اللغات يمكننا أن نختبرها على الإنترنت؟ ماذا ممكن، ما الذي يمكن أن يكون شكل الإنترنت متعدد اللغات؟ أردنا أن نرسم خريطة للوضع الحالي للغات على الإنترنت، ونرفع الوعي بشأن التحديات والفرص في جعل الإنترنت أكثر تعددية لغويا، وأن يكون هناك أجندة للعمل. فهذا هو هدفنا، ما قمنا به وما نستمر في القيام به. لدينا قصص، خبرات معاشة وممثلة من مساهمين مختلفين من 12 دولة من كل قارة ب13 لغة، الخبرات والترجمات. وقد قمنا بتحليل للبيانات لبحث ومسح للمنصة، سنتكلم عنها أكثر. 11 موقع، 12 تطبيق على الأندرويد و16 على الآي أو إس، وأيضا خرائط جوجل وويكيبيديا. كملخص، وضعنا كل هذه القصص والروايات مع بعضها البعض فيما نتمنى أن يكون مورد للمجتمع. إنها عملية من المجتمع ويشاركها المجتمع للاستعراض ولتحسين هذا المورد. وبالطبع أيضا كل الأخطاء هي أخطائنا. وأخيرا نود لهذا التقرير أن يكون مثالا للتضامن العملي، ونود أن نتأكد أن تستمر في إعلامنا كيف نحسنه. سيتم ضم الكثير من اللغات والترجمات إلى التقرير. ما الذي تعلمناه؟ أن المتحدثين اليوم سيشاركون كل خبراتهم أو على الأقل جزء منها معكم، وستتعلمون المزيد. والأهم بالنسبة لنا، نود أن أقول لكم ما تعلمناه أكثر من أي شيء، أن معظم الناس حول العالم يجب أن يستخدموا اللغة الاستعمالية الأقرب إليهم، الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية أو الفرنسية، أو اللغة السائدة إقليميا الصينية أو العربية. معظم الناس يجب أن يتحدثوا باللغة ليست هي لغتهم الأصلية. وهذا في أسبوع يوم اللغة الأم الذي يطلق عقد اللغات، لغات السكان الأصليين. معظم الناس يدخلون على الإنترنت ويساهمون على الإنترنت بلغتهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وحتى خارج هذه اللغات فقط 500 من 7000 لغة يتم تمثيلها على الإنترنت. فإن القوة والامتياز هي جزء لا يتجزأ من خبرتنا في تعدد اللغات أو الافتقار إليها على الإنترنت، وكل ما هو تقني. لكي نستمر، سنقوم بفعاليات اليوم بالتعمق في خبراتنا عبر القصص، ثم سنتحدث عن الأنماط والأرقام، ثم سيكون هناك مساحة لنتخيل أعمالنا، عملنا مع بعضنا البعض في جلسة نداء للعمل. في كل التعقيدات، تعدد اللغات في هذه الفعالية نفسها موجود، فسيتم تيسير المتحدثين باللغات الإسبانية والإنجليزية، وأديلي ستتحدث باللغة البرازيلية أو البرتغالية في النهاية. والآن اللحظة التي كنتم تنتظرونها.
أن نقوم بالترحيب جماعيا بالتقرير بعملنا معا وتطلعاتنا وآمالنا للإنترنت متعدد اللغات. سأطلب منكم أن تنضموا إلينا بإذنكم. سنأخذ صورا للشاشة الذين لا يريدون أن يكونوا في الصورة. أرجو ألا تشغلوا الفيديو. أود أن تفكروا في الكلمة مرحبا أو أهلا بكم بلغتكم المختارة. بعض منكم لديكم أكثر من لغة، يمكنكم أن تستخدموا واحدة أو كل اللغات. شغلوا الفيديو والميكروفون. فلننظر إلى بعضنا البعض ولنقول مرحبا أهلا بكم. You, Claudia, will be speaking in Spanish to walk us through the stories and context of our report. Gracias por esa hermosa bienvenida. شكراً على هذا الترحيب المذهل. مرحبا بالجميع الموجود معنا في هذه الفعالية. سنبدأ. يحاول أن يزدريهم ويرفضهم ويشعرهم بالخجل من هويتهم، وعندما يحاول أن يجدوا بعض المحتوى الإيجابي لا يستطيعون فهمه لأنه باللغة الإنجليزية وهم لا يستطيعون فهم اللغة الإنجليزية. ونتيجة لهذا كثير من الناس، كثير من أحرار الهوية الجنسانية، ما زالوا يناضلون من أجل هويتهم ولا يستطيعون تقبل من هم. يودون أن يشعروا بالراحة في هويتهم الجنسانية، وما زالوا يودون العودة إلى الهوية الجنسية التي يقبلها المجتمع. أعتقد أنه بالتالي من الهام للغاية إنشاء وإنتاج معرفة بكثير من اللغات، ليس فقط في إندونيسيا، باللغات الأم واللغات الأصلية، لغات السكان الأصليين، لأن ليس كثير من الناس لديهم الامتيازات ليستطيعوا التحدث بلغات كثيرة، وهناك من هم مهمشين أيضاً، وأيضاً ينتمون إلى مجموعات مهمشة، يحتاجون إلى محتويات ينتجها مجتمعهم من ثقافتهم، ومحتوى أيضاً منشأ لهؤلاء الذين يتحدثون اللغة والذين يعيشون الثقافة وخبراتهم في هذه الأعراف والقيم المختلفة والخبرات المختلفة التي ليست متماشية مع بعض المنظورات الغربية أو بعض الأفكار التي تأتي من الجزء الغربي من الكرة الأرضية. المقالات والمحتوى باللغات الاستعمارية. شكرا جزيلا باسكا على كلماتك. من الواضح أنه تحدي كبير للغاية أن تشعر بأنك مرحب بك على الإنترنت إذا كنت لا تتحدث أو ليست هناك محتويات بلغتك. فهي نقطة ذات صلة بحديثنا اليوم، وبما أننا بدأنا كشف التحديات التي نواجهها عندما نبحث عن المعلومات بلغتنا على الإنترنت، أود أن أعطي الكلمة لمتحدثينا ومتحدثاتنا لنتخيل ما هو الشيئين الأهم اللذين تريدان رؤيتهما على الإنترنت. حاولوا أن تتخيلوا مستقبل حيث الإنترنت تتحدث فيه لغات كثيرة وتصبح مساحة مرحبة أكثر لنا جميعا. أود أن أبدأ بأنا. أرجو أن تقولي لنا ما هما الشيئين اللذين تبدان رؤيتهما على الإنترنت متعدد اللغات. أنا ستتحدث باللغة الإسبانية. شكرا يا كلاوديا.
محاربة الإقصاء الممنهج والعنصرية والتمييز أو فكرة محاولة استبعاد اللغات الأصلية. أود أن أرى الإنترنت حيث يمكن أن يتم تضمين اللغات بالأشكال القائمة كلها. أعني أن اللغات التي لديها الشكل مكتوب يجب تضمينها بالإضافة إلى تلك اللغات التي ليست لديها نظام للكتابة ويمكن تضمينها شفوياً أو من خلال التراث الذاكري. هذا تحدي هام آخر، كثير من اللغات تختفي بدون السماح بتوثيقها، وبالتالي أردت أن أرى الإنترنت حيث نقوم نحن كمستخدمين. يمكننا استخدام مكتبات، يمكننا أن نحصل أو نطلع على تسجيلات للغات، وحيث يمكن أيضا أن نحتفظ بالمعرفة قبل أن يتم كتابة هذه اللغات وتوثيقها. أود أيضا أن أرى الإنترنت حيث كل متحدث يمكنه أن يقوم ببحث بلغته الخاصة، وحيث يمكن العثور على معلومات باللغة الأقرب لحياتهم اليومية. وأخيرا أود أن أرى أن كل متحدثي اللغات التي أصبحت لغات أقليات يمكنهم استعادة عدد المتحدثين الذي كان يمكن أن يكون لديهم في نقطة ما، وأنهم يستطيعون أيضا أن يخلقوا المحتوى على الإنترنت، وبالنسبة لهم أن يحصلوا على رسالة أنهم يستطيعون المشاركة في إنشاء إنترنت متعدد اللغات. شكرا يا أنا، إنها رسالة قوية للغاية أننا كلنا يمكننا البناء، بناء الإنترنت الذي نريده مع بعضنا البعض. شكرا جزيلا على هذا. أعطيك الآن كلوديا سوريا الكلمة لتقولي لنا ما هي الثلاث جوانب التي تودين أن ترينها في الإنترنت. كلوديا ستتحدث باللغة الإنجليزية. شكرا يا كلوديا. سأكرر ما قالته أنا في غالبه. بالنسبة لي أعتقد أنه سيكون جوهريا دفع حدود تكنولوجيات اللغات لكي نستطيع تطوير ترجمة آلية مدمجة بسهولة، على سبيل المثال في المواقع والتطبيقات الأخرى. ترجمة الآلية لديها إمكانيات مهولة وأيضا تواجه مشكلات كبيرة، ولكن أن نستطيع أو أن يستطيع شخص أن يصل إلى جمهور عالمي بينما يستخدم أو تستخدم لغته الأصلية أمر هام، وأيضا للغة أن تكون مرئية للعالم الخارجي. إن الترجمة الآلية يمكنها أن تحقق هذا، وبالطبع الجودة ليست كافية وليست متكافئة عبر اللغات كلها بسبب الكثير من العوامل التي في النهاية تؤدينا أو تؤدي بنا إلى القوة الاقتصادية وإتاحتها، ولكنها ليست مستحيلة. وأرى عبر السنين رأيت نفسي أغير النهج، أنني مضطرة إلى استخدام اللغة الإنجليزية كل يوم في حياتي المهنية. في الماضي كنت أكتب مباشرة باللغة الإنجليزية برغم من أنه لم يكن ممتازاً بالنسبة لي. عملية الترجمة كانت طويلة للغاية، والآن أقوم بشيء مختلف تماماً. أبدأ كتابة باللغة الإيطالية ثم أستخدم الترجمة الآلية لأساعد نفسي في الترجمة الأولى التي يمكنني أن أقوم بتنقيحها بعد ذلك. إنه ليس سحر بالطبع، ولا يمكن إنجازه
دون مساعدة المترجمين البشريين، ولكن يمكن أن نسرع وتيرة العملية، وخاصة من وجهة نظر اتاحات المحتوى بلغات أخرى. كنت أستمع إلى القصص قبل ذلك التي ذكرها باسكا، فنختلف فنتخيل كمية المعلومات التي لم تكن متاحة لأنها كانت باللغة الإنجليزية، إذا كان يمكنها أن تكون متاحة بسبب الترجمة الآلية. هذا أولا، وثانيا بالطبع أمر متعلق بالتكنولوجيا المعلومات المتاحة. كما كنت أقول، الأمر يواجه صعوبات كبيرة لتحقيق هذا. الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الطرق الحالية التي يتم تطوير هذه التكنولوجيات بها تواجه عنق زجاجة وليست متاحة لكل اللغات، وأيضا إمكانيات الحاسبية لكي تكون هناك نماذج إحصائية للكفاءة في البرامج ليست متاحة، إنها متاحة فقط لعدد قليل من المؤسسات والأشخاص في أماكن محددة من العالم، وأتمنى أن يتغير هذا في المستقبل. شكرا يا كلاوديا، مهم للغاية أن ندفع بالحدود. يمكننا وأن نمد طريقنا. إيشان، لديك الكلمة الآن، يمكنك أن تعلن الشيئين الرئيسين الذين تود رؤيتهم على الإنترنت لكي تصبح متعددة اللغات بطريقة كاملة. هل يمكنك إعادة السؤال؟ بالطبع، أرجو أن تعلمنا ما هما الشيئين اللذين تود رؤيتهما في الإنترنت المتعدد اللغات بالكامل. إيشان، هل تسمعنا؟ شيئين أود رؤيتهما في الإنترنت متعدد اللغات بالكامل. خبرتي الشخصية هي هويتي. كثير من المناقشات تحدث بشأن هويتي، ونحن مناقشة اللغات المختلفة، ونتحدث عن التقاطع. لا يمكن أن يكون من جانب واحد، فعلى مستويات مختلفة. الآن لدينا الطبقات الاجتماعية، جندر، الإعاقة أو عدم وجود إعاقة. كيف التقاطع، كيف يمكن أن ينجح التقاطع، وكيف تعمل القوة داخل المجتمع؟ أود أن أرى مناقشة بشأن هذا على الإنترنت، وأيضا اليوم نحن لسنا في هذا الموقع بحيث يمكننا أن نعبر عن رؤانا وجهة نظرنا بلغتنا، ولكن أقول أننا بحاجة إلى إنشاء هذا الوضع. كيف؟ عن طريق الترجمة الفورية والترجمة المكتوبة. لدينا الكثير من الأشياء على الإنترنت، وبالتالي نحن بحاجة إلى ترجمة هذا إلى لغتنا ولغاتنا المختلفة، ولا أعتقد أن هذا صعب للغاية، يمكن القيام به بصورة سهلة. لا أعتقد أن هناك مساحات منفصلة مطلوبة لهذا. أعتقد أننا يمكن أن ننشئ مساحة أكثر أماناً ورفع للوعي. أعتقد أن كثير من الآخرين إذا كانوا يستطيعون رؤية أن لغتهم على الإنترنت وآرائهم على الإنترنت سيشعرون بالتمكين للغاية، ويستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم بلغاتهم. هذا ما أحتاجه، ويجب أن يكون متعدد اللغات. هناك الكثير من الأشخاص الآخرين، وبالتالي يجب أن تكون هناك لغات متعددة ورفع وعي.
وهذه هي الأشياء التي نريدها من الإنترنت. شكرا. شكرا إيشان، مهمة للغاية، قد عبرت عن نقطة هامة للغاية. أنا أستطيع أن نجد إن إنترنت يمكن المستخدمين. شكرا جزيلا على أفكارك وتأملاتك. والآن سأعطي الكلمة لباسكا، جوشيا باسكا، هل تستطيع أن تقول لنا الشيئين الرئيسيين الذي تود رؤيتهما على الإنترنت متعددة اللغات بالكامل؟ شيئين أو شيئان. شكرا يا كلوديا. أعتقد أن المتحدثين قبلي قد قالوا كل شيء، ولكن يمكنني أن أقترح شيئين أود رؤيتهما. أولا هو أنني أريد أن أرى إنترنت حيث المجموعات المهمشة، السكان الأصليين يمكنهم أن يجدوا محتويات ومقالات بسهولة تدعمهم، والإنترنت حيث يستطيعون مناقشة قضاياهم بطلاقة بشأن حياتهم والتحديات، وأن يكون لديهم هذه الهوية. يمكنهم أن يساندوا بعضهم البعض ويشاركوا خبراتهم مع بعضهم البعض، والإنترنت حيث يستطيعون أن يغيروا الروايات السائدة الحالية السلبية، بحيث يستطيعون أن يطوروا بعضهم البعض ويحققوا التقدم ويطوروا مجتمعاتهم. وأود أيضا أن تكون الإنترنت حيث تعزز كل المحادثات، أصوات هذه الجماعات المهمشة، المحادثات ونتائج هذه المحادثات يمكن أن تأخذ في اعتبارها آراء والخبرات المعاشة لهذه المجتمعات. وأخيرا أود أن يستطيع الناس أن يتواصلوا ويعبروا عن أنفسهم بلغتهم الخاصة. أعتقد أنه من الممكن مع التكنولوجيا الآن يمكن للإنترنت أن نترجم لغات بعضنا البعض لكي نتواصل مع بعضنا البعض بلغتنا الخاصة بدون أن نضطر إلى تعلم لغة استعمارية على سبيل المثال، بحيث نستطيع أن نتحدث مع الآخرين أو نحصل على معرفة أكثر توسعا على الإنترنت. أود أن أرى إنترنت متعدد اللغات بالكامل، حيث يستطيع الكل استخدام لغاتهم بارتياح والحصول على المحتوى بأي لغة يريدونها. شكرا. شكرا جزيلا باسكا على هذه التأملات، إنها هامة للغاية. لقد تحدثت عن الروايات المختلفة التي نبنيها على الإنترنت، وكيف أن الإنترنت يمكن أن تساهم في أن يكون هناك هوية يتم الاعتراف بها بالكامل، وأن تكون هناك مساحة آمنة على الإنترنت. شكرا على وضع هذا الأمر على الطاولة، أمر هام للغاية. سنغلق هذه جلسة قبل أن أعطي الكلمة لكلاوديا. هناك سؤال لها، والسؤال هو أن هناك قضايا تواجه كلمة ديالكتي في اللغة الإيطالية، أنه ليست هناك مساحات كافية للهجات واللكنات المختلفة داخل إيطاليا، وهناك لكنات معرضة للخطر. ما هو رد فعلك لهذا السؤال يا كلاوديا؟ نعم رأيت السؤال وقد جاوبت برسالة خاصة، ولكن أنا أتفق، في إيطاليا لدينا تنوع
كبير نسبيا بالنسبة لحجم إيطاليا، برغم أن إيطاليا ينظر إليها على أنها اللغة ذات دولة ذات لغة واحدة اللغة الإيطالية، ولكن هناك تنوع كبير من اللغات ومعظمها لغات معرضة لخطر الانقراض، وهذه اللكنات أو اللهجات ينظر إليها على أنها تنوع من اللغة الرئيسية، ولكنها لغات مستقلة قلة تطورت من اللغة الإسبانية جنبا إلى جنب مع اللغة الإيطالية، ولكن المواقف السياسية عملت بطريقة قد كبحت جميع هذه اللغات الأخرى، وفي هذا الوقت إنها في وضع سيء للغاية، والمشكلة هي أنه ليست ممثلة كفاية وليست محمية كفاية، و هذه نتائج صعبة للغاية بالنسبة لحيوية والإمكانيات المستقبلية لهذه اللكنات. أنا أتفق مع هذا التعليق، شكرا على ذكره، لم أكن متأكدة من أن الناس على وعي بهذا الوضع الخاص، شكرا على ذكره. شكرا جزيلا على الاستجابة، على الرد يا كلاوديا، وعلى مشاركة أفكارك وتوضيح بشأن وضع اللكنات واللغات المختلفة في إيطاليا. نحن نغلق هذه الجلسة. شكرا جزيلا أنا كلاوديا إيشان وباسكا، شكرا جزيلا على وجودكم معنا اليوم وتخصيصكم الوقت والمساحة وأفكاركم ومشاركة أفكاركم، وعلى مساعدة على بناء هذا التقرير. شكرا على التحدث عن واقعكم وخبراتكم الخاصة التي كانت مفيدة حقا، وتعلمنا منها الكثير كمنظمين لهذا التقرير، وأنا متأكدة أنها ستكون مفيدة للغاية لكل الذين سيقرؤون هذا التقرير. أعتقد أنه من المهم أن نستطيع أن نتحدث عن إنترنت متعدد اللغات، ونتحدث عن الواقع الحالي لهؤلاء الذين ليسوا ممثلين على الإنترنت. مشاركتكم كانت هامة للغاية لهذا التقرير. شكرا على مشاركتكم لنا هذا المسار. نحن نغلق هذه الجلسة وسننتقل الآن إلى الجلسة التالية. شكرا جزيلا على مشاركة المعلومات، ونحن الآن سننتقل إلى القسم الخاص بالأرقام والأنماط. أنا أعطي الكلمة الآن لأنا سوية وهي ستتحدث باللغة الإنجليزية. شكرا يا كلاوديا، وشكرا يا أنا كلاوديا سوريا باسكا وإيشان على الخبرات التقاطعية التي تحدثتم عنها بخصوص فهمنا للإنترنت متعدد اللغات، وتحدث عن اللغات المعرضة للخطر في إيطاليا هي طريقة جيدة بالنسبة لنا لكي نفكر في مستويات اللغات التي لا يفهمها الجميع، والتي ليست موضع تقييم وتثمين حول العالم. ونحن الذين نتحدث بلغات ليست لغات استعمارية وليست لغات سائدة، نحن غالبية سكان العالم، ولكننا الغالبية المهمشة بهذا. بكل سرور وتقدير سأقدمكم لمتحدثينا القادمين وأصدقائي سينضمون إلي في التحدث عن بعض الأرقام والأنماط التي رأيناها على الصورة الكبيرة من خلال التقرير. لدينا الآن سنيها ومارتن، وهما جزء من فريقنا الرئيسي، يشكلان ويفكران في هذا التقرير معنا على مدى سنتين ونصف الآن، وهما بالطبع من مركز الإنترنت والمجتمع. سنيها باحثة في هذا المركز في بنغلور والهند، ومارتن
هو جغرافي رقمي وعالم بيانات في معهد أكسفورد، بينما كان يقوم بهذا البحث مرحم فان بسنيها ومارتن، وثم صديقاتنا التي ساعدت هذا التقرير ماندما، هي العالمة اللغويات. يجب أن أقول علمتنا أكثر عن اللغات في خلال هاتين السنتين ونصف عما كنت أتخيل أنني يمكن أن أعرفه، وهي رئيسة مركز توثيق اللغات المعرضة للغارات للانقراض في برلين. وأخيرا وليس أخيرا، هيلاري هي من رئيسة الصوت المشترك، وهي أحد مراجعات هذه العملية الرئيسيات. شكرا لكم جميعا، إنه من دواعي سرورنا وجودكم كلكم معنا. سأبدأ بالسؤال لسنيها. سنيها، أنت بطرق كثيرة دعوت أصدقائنا حول العالم للمساهمة بخبراتهم المعاشة على الإنترنت بلغاتهم. ما الذي وجدتيه أنها كانت بعض الأنماط؟ لقد سمعنا من متحدثينا المذهلين قبل ذلك عن بعض هذه الأنماط بشأن التقاطعات المتعددة. ما الذي أثر فيك أكثر من غيره بشأن أنماط هذه الخبرات المعاشة، وخاصة بالنسبة للذين لا يستطيعون أن يكونوا معنا اليوم لأنه كانت هناك الكثير من المساهمات من حول العالم. عفوا سنها، نعطيك الكلمة وهي ستتحدث باللغة الإنجليزية. شكرا أنا سويا، مرحبا جميعا. العمل الممتاز الذي شاركه المتحدثين قبلي عبر القصص والتقرير. أولاً التقاطعات، التقرير كان عن أكثر من اللغة، كان يتعلق بكيف أنه عدم المساواة اللغوية داخل ويتم ترسيخها بسبب عدم تكافؤ القوة، وهذا يؤثر على المجتمعات المهمشة. وهناك تقاطعات كثيرة على مستويات كثيرة. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى قصة أودا التي تتحدث عن المحتويات النسوية وعدم وجود الهيكل اللغوي ببعض اللغات مثل اللوحات الكتابة، وأيضا المعلومات المغضوبة والعنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت. وإذا رأينا إلى البحث عن العدد المتقلص للمتحدثين ببعض اللغات بسبب عدم القدرة على استخدام الإنترنت، وأيضا الإصلاح السياسات بشأن استخدام اللغة. وإذا نظرنا إلى سلسلة المقابلات مع الذين يقوموا بإعداد المحتوى من المنطقة العربية والإفريقية، كيف أن يمكن التحويل بين اللغات واللكنات واللهجات. وأيضا هناك منظور شيق، العلاقات بين اللغوات وبين أوجه التهميش عبر هذه اللغات. أعتقد أن كل الروايات تعود بنا إلى الهياكل الاستعمارية لإنتاج المعرفة، وأعتقد أن هذا يستمر في إعلام الخطاب والمحادثات التي نقوم بها بشأن تعدد اللغات. النقطة الثانية التي رأيتها هي الزاوية التي نراها. التقرير، هناك الكثير، التقرير أيضا يفتح إمكانيات كثيرة بشأن المرونة التي يمكن أن تكون عليها التكنولوجيات إذا كنا نستطيع أن نفكر في هذا الأمر بالرغم من الموارد المحدودة والمهارات المحدودة. على سبيل المثال، هناك الجماعة في جنوب أفريقيا تعمل على نموذج تعليمي رقمي، سواء الصور أو الصورة أو الصوت،
وهناك أيضا إنديجي موجي، مشروع إنديجي موجي من أستراليا، ويتساءل بالشأن أولوية المحتوى النصي. وإذا نظرنا إلى التخلص من الاستعمار، مشروع التخلص من الاستعمار الرقمي، استخدام تويتر والشبكات الكلمات الرئيسية لتعزيز بقاء اللغات على قيد الحياة وتعلمها، الأدوات والمنصات ترينا كيف أن هناك تطور حدث، وهناك أيضا طرق للتعامل مع التكنولوجيا. وأعتقد أننا نرى هذا عبر كل الروايات. أعتقد أن هذه الأشياء الرئيسية التي رأيتها برزت أمامي عبر هذه الروايات. شكرا، شكرا جزيلا يا سنيها لإعطائنا هذه النكهة الجميلة لكل الثراء، لمختلف الخبرات التي شاركها مساهمون عبر العالم. وقمنا أيضا بتحليل الأرقام، أود أن أشارك بعضها مع الجميع الآن لننظر عبر الإنترنت لنرى بعض الأنماط التي نشأت من خلال تحليل الأرقام والبيانات التي قام بها مارتن، وخاصة لمساعدتنا على فهم بالضبط كما قلت يا سنيها ما هو الشكل التقنية في العالم الآن عندما نكافح باللغة وبالإنترنت متعدد اللغات، الهياكل المستمرة لنظم الرأسمالية الاستعمارية. مارتن تتحدث معنا عن الأرقام والأنماط. شكرا جزيلا للجميع، مرحبا، اسمي مارتن كما ذكروا، أنا عالم بيانات وجغرافي رقمي. لقد ساعدت بالعمل على هذا المشروع، كان من الواضح للغاية أنه هناك مستويات من قضايا العدالة الاجتماعية. نحن كنا نشعر بالسعادة أننا يمكننا أن ننتج الإحصائيات ذات المعنى والتي يمكن أن تساعد الناس على فهم القضية، بالإضافة إلى القصص التي سمعناها اليوم. ونحن نبدأ البحث بالشأن نوع البيانات التي يمكن أن ننتجها لمساعدة هذا المشروع. بدأنا نتعامل مع هذه الملاحظة الأساسية التي سمعناها مرارا اليوم. هناك أكثر من 700 لغة مستخدمة اليوم، ومع على الرغم من هذا فإن المنصات الرقمية لا تعكس هذه هذا التنوع. أحد الأسئلة الرئيسية كانت أن نفهم ما هو عدد الناس المتأثرين من هذا والمقص الذين يتم استبعادهم بناء على هذا. الشريحة التالية من فضلكم. عفوا، الشرائح ليست واضحة ولكننا سنستطيع أن نصل إلى الأساسيات. في الأساس نحن نحاول أن نفهم كيف نقيس اللغة على الإنترنت، وهذه مهمة مستحيلة لأن الإنترنت مثل العالم هي مساحة معقدة إلا ما لا نهاية، ويمكننا أن ننظر إلى عدد لا نهائي من الأسئلة التي يمكن أن نطرحها. فأحد تحدياتنا الرئيسية ما هي الأسئلة المحددة التي نود أن أسألها، وفي أي أماكن محددة نبحث لنحصل على فهم أساسي. أحد الأشياء التي ظهرت أو برزت أن المستوى الأول من الاستبعاد هي الواجهات، ما هي اللغات المستخدمة للواجهات عندما نستخدم المواقع، يمكن أن نقوم بهذا بلغتنا أم أن هذا الموقع أو التطبيق يستخدم لغة أخرى. وبهذا كنقطة أولى بحثنا عن الأخبار الموجودة على الإنترنت الهامة للبحث عنها في مسحنا الأول، وكانت هناك مناقشات كثيرة ومرة أخرى هناك خيارات كثيرة، ولكن في النهاية قررنا أن نستخدم بعض المواضيع الرئيسية. ما هي القدرة للحصول على المعرفة مثل ويكيبيديا وتعلم اللغة،
وهناك منصات تدعم الذين يريدون تعلم لغات جديدة، وأحد الأوجه المهمة هي المواقع الخاصة بالتواصل، الإعلام الاجتماعي وتطبيقات الرسائل. حددنا بعض المنصات الأكثر شيوعاً عبر هذه الفئات، وسألنا بالنسبة لكل منها هل واجهات هذه المواقع والتطبيقات متاحة بلغات متعددة، وإذا كان الأمر كذلك ما هي اللغات المتاحة بها. وكملخص أساليس، نحن أكدنا البيانات أكدت ما كنا نسمعه حتى الآن. من ناحية فبعض اللغات مدعومة أكثر من غيرها، وكما ذكرنا يعني بعض اللغات الأوروبية الاستعمارية التي تحصل على الدعم جيد للغاية عبر كل المنصات، الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، البرتغالية، وأيضا لغات آسيوية محددة تحصل على الدعم كبير، الصينية، الماندرين من ضمنها، اليابانية، الكورية، واللهجات أو اللغة الإندونيسية بحاسة تحصل على دعم كبير، ولكنها لا تعني أن معظم اللغات لا تحصل على الدعم. وأيضا شيء آخر وجدنا أن بعض المنصات أفضل من غيرها، فنحن سعداء أن ويكيبيديا في الأساس هي المثال الأكبر عندما نتحدث عن دعم اللغات، أنها تدعم حوالي 300 لغة، ولا لا يوفر أي مكان آخر هذا الدعم. جوجل، بحث جوجل يأتي بعد ذلك ب102 لغة، يدعم هناك لغات واجهة. وبين منصات الرسائل، سيجنال، تطبيق سيجنال كان أكبر داعم للغات، ونرى أن سيجنال يدعم بين 50 إلى 70 لغة اعتمادا على كيفية قياس ذلك. وكلها معظم المنصات التي نظرنا إليها تدعم بين 10 إلى 30 أو 13، لم يكن واضحا. فلنعود إلى سؤالنا الأصلي، كم عدد المتأثرين بهذا؟ وعلى وجه الخصوص السؤال هو كم عدد الذين قد لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق أو موقع، بل يحتاجون إلى معرفة لغة أخرى، أو قد تكون لغة من اللغات السائدة الآسيوية، أو لغة من اللغات الأوروبية الاستعمارية. من وجهة نظرنا المنهجية إنه موضوع معقد، فليست هناك الكثير من البيانات المتاحة بشأن استخدام اللغات. وجدنا بيانات عن اللغات، السكان التي تستعمل اللغات الشفوية، عدد الأشخاص الذين يتحدثون لغات محددة، ولكن ما أردنا أن نعرفه في النهاية لما نتحدث عن التطبيقات والمواقع، فإن الناس لا تتحدث إليها طوال الوقت، وليست هناك اللغة مسح على اللغات العالمية. يعلمنا عدد الأشخاص الذين يقرؤون لغات بعينها. وجدنا طرق لإنتاج تقييم، وبناء على ذلك بالنظر إلى المنصات التي حددناها، هناك عدد كبير من الناس يتم إقصاؤهم، على الأقل مليارات من الناس يتم إقصاؤهم من هذه المنصات. هناك حوالي 8 مليارات من الأشخاص سكان العالم. هنا ترون بالنسبة لكل منصة، نبدأ من خرائط جوجل، بحث جوجل وويكيبيديا وغيرها، هناك تقييم لعدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الاطلاع على هذا الموقع إذا كانوا لا يتحدثون اللغات المدعمة. وفي النهاية ترون النطاق، وهناك خط أزرق أفقي، يمكننا أن نرى أن تليجرام في
تصف مستخدم بس أنهم يقصون حوالي نصف سكان العالم. هم نصف سكان العالم يحتاجون إلى التحدث بلغة ثانية لكي يستطيعوا الوصول إلى هذه المنصات مثل منصات أخرى. وجدنا نفس النتائج، أن حوالي من 3 إلى 5 مليارات من الناس مستبعدين على أساس اللغة. هنا نحن ننظر إلى منطقة لغوية محددة لكي يكون هناك مثال أكثر وضوحاً بشأن الدعم الذي تحصل عليه لغات أكثر من غيرها. ونحن نتحدث على وجه الخصوص عن لغات جنوب آسيا، وهي لغات الهند وباكستان وأفغانستان والدول المجاورة لها. لدينا بيانات بضع اللغات المستخدمة في هذه المنطقة، وقمنا بتقييم أي منها يحصل على الدعم على هذه المنصات. نرى هنا على الناحية اليسار نرى قائمة من المنصات تبدأ من خرائط جوجل، وفي الأسفل لدينا قائمة باللغات المتحدثة، لغات جنوب آسيا. وأين تتقاطع هنا نرسم صندوقا أخضر عندما تكون هذه اللغة مدعومة على المنصة، أو صندوقا أبيض إذا لم تكن مدعومة. فما نراه هنا عندما نقارن المنصات مع اللغات، معظم اللغات من جنوب آسيا التي تحدثها مئات ملايين من البشر غير مدعومة. هناك الكثير من الصناديق البيضاء لغات جنوب آسيا، ونحن سمعنا هذا قبل ذلك. واللغة البنغالية تم ذكرها، هي ليست مدعومة كلغة واجهة على هذه المنصات. شكرا. الشريحة التالية، هنا ننظر إلى اللغات الأفريقية مرة أخرى. نرى على اليسار المنصات، وأسفل نرى اللغات الأفريقية التي يتحدثها مئات ملايين من البشر. نبدأ بالسواحيلي، الحوسة، عروبة، وكثير من اللغات الأخرى. هنا يبدو أننا نرى الكثير من الصناديق الخضراء، وأن اللغات الأفريقية مدعومة من قبل هذه المنصات، ولكن هذه نتيجة مضللة. فنحن نواجه تحديات القياس التي ذكرناها قبل ذلك. ما يقوله هذا فعلا، أن ما تظهر بياناتنا أن هذه اللغات ليست مدعومة مباشرة من قبل هذه المنصات، ولكنها مدعومة بطريقة غير مباشرة، بأن الشخص يتحدث سواحيلي أو الهاوسا يستطيع الحصول على لغة مدعومة. هناك لغة واجهة. نحن بدأنا نبحث في البيانات بخوارزمية تسمح لنا بمقارنة البيانات بشأن اللغات المتحدثة مقابل ملاحظتنا عن الواجهات. التفاصيل في التقرير، ولكن الملخص أن ما يعني هذا أن الذين يتحدثون اللغات الأفريقية يمكنهم الاطلاع على هذه المنصات من خلال إحدى اللغات الاستعمارية الموجودة في أفريقيا، لغة مثل الإنجليزية والفرنسية. وبالطبع الكثير من الأفارقة يتحدثون عدد من اللغات، هذا أمر شائع بين المتحدثين الأفريقيين أن يتحدثوا عدد من اللغات. كثير منهم سيتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية وأحد اللغات الاستعمارية الأوروبية، ولكن أعتقد أن الجميع سيوافقون أن الإنجليزية أو الفرنسية هي لغات أفريقية. تاريخيا إنها ليست لغتهم الأصلية. فما نرى هنا فإننا نعتقد أن الكثير من الأشخاص يستطيعون الاطلاع على هذه الواجهات باللغات التي يتحدثونها، ولكنها لا تكون لغتهم المفضلة. شكرا. الشريحة التالية،
هناك المزيد من التفاصيل في التقارير وليس لدينا الوقت للتحدث عنها كلها، فقط أردنا أن نعرض عليكم جانب إضافي أو وجه إضافي على وجه الخصوص. كنا مهتمين لنرى المحتوى المعروض وليس فقط واجهة التعامل. هنا نرى أمثلة حيث قمنا بالتحري على خرائط جوجل، نحاول أن نفهم على وجه الخصوص هل يمكن لخرائط جوجل أن تصف العالم بلغتك عندما تحاول أن تتحرك عبر منطقتك وحيك، وهل يمكن أن تشرح لك باللغة التي تود أن تستخدمها. فهذه دراسة منفصلة حيث قمنا بالتحديد حوالي 12 لغة، واخترنا عدد من كلمات البحث، بحث على المطاعم، المستشفيات، الجامعات والحدائق، وأدخلناها في باللغات العشر أو أكثر، وقمنا بملايين من البحوث حول العالم لنرى إذا كنت أبحث عن الأشياء في كولكاتا بالهند، وهي مدينة في الهند، أو باللغة البنغالية أو باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية على خريطة كولكاتا، ما هي عدد النتائج التي أجدها. ونحن نرى هنا الصور بالنسبة للغة البنغالية والهندية والإنجليزية. الخريطة الثانية التي ترونها هي البحث باللغة السواحلية والإنجليزية في دار السلام، وهي مدينة في تنزانيا. وفي الأسفل نرى نتائج البحث للغة السواحلية والإنجليزية في نيروبي بكينيا. وفي الثلاث حالات نرى أن هناك معرفة أكبر كثيراً متاحة باللغة الإنجليزية مقارنة بأي من اللغات المحلية. اللغة الإنجليزية ليست بالضرورة اللغة الأصلية أو لغة السكان الأصليين، وأنها لغة أوروبية كولونيالية استعمارية. نأمل أن يستطيع الناس اختيار اللغات التي يستخدمونها عند استخدام خرائط جوجل، وكان في هذه اللحظة يبدو أن هذا الخيار ليس بالضرورة متاحا. وكما قلت هناك المزيد والمزيد من التفاصيل في التقرير وجوانب أخرى كثيرا، ولكن في الأساس فإن البيانات تدعم ما وجدناه، يدعم القصص التي سمعناها اليوم. ومن منظوري بعد أن قمت بهذا العمل، أحد النتائج الرئيسية التي يمكن أن أخذها من هذا لكي نتعامل مع هذه القضايا، نحن بحاجة إلى إعادة تقييم توقعاتنا. فإن مطورو المنصات قد يكون لديهم توقع إضافات لغة أو لغتين إلى واجهتهم، وسيكون هذا إنجازاً كبيراً. نحن بدأنا من هذا الجانب الآخر من هذا التوقع، ونحن بعد إلى إعادة التفكير في كيفية إنتاج دعم للغات الواجهات. كيف يحدث هذا؟ وأود وقد عجبني جداً كثيرا ما قرأته كلاوديا سوريا، قد نحتاج إلى دفع الحدود والقيود لدعم اللغات وللترجمة. والبيانات تظهر لنا أنه المسألة هي كيف ندعم 7,000 لغة بدلا من لغة أو لغتين، ونتأكد من أن الذين يتحدثون هذه اللغات 7,000 يحصلون على الدعم. وختاما نود أن نقول أن هناك طرق كثيرة للنظر إلى هذا، وهذا بعض منها. وأعتقد أننا على وعي بأن الخطوة الأولى لتحسين الوضع هو أن نجعل الناس مدركين وواعين. فنحن مهتمين برؤية النهج الابتكارية الأخرى تجاه هذه القضايا، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الخطوات، وأحدها يكون رفع الوعي. شكرا جزيلا، هذا كل شيء بالنسبة لي. شكرا جزيلا يا مارتن على هذا الوصف الممتاز. نحن ما زلنا في هذه الجلسة، سنذهب إلى ماندانا، بعد ذلك سنعود إلى
نداءات العمل بعد ذلك بيانات مارتن متاحة مجانا بعد انتهاء حفل الإطلاق هذا كل البيانات الموجودة يمكنكم أن تبحثوا عن المقالات التفصيلية التي كتبها مارتن وسنها وابحثوا داخل البيانات لأن هناك بعض الجواهر التي لم يحصل مارتن على الفرصة للتحدث عنها. أنا سأنتقل إلى مندانا الآن. أنت كعالمة لغويات وصديقة ومتضامنة معنا في هذه الرحلة علمتينا الكثير ونود أن نطلب منك أو نسألك ما هو الذي يثير حماسك أكثر بشأن هذا التقرير؟ تقرير كيف تودين أن يتم استخدام هذا التقرير؟ أعطيك الكلمة يا مندانا. سأدخل مباشرة في الموضوع لأن هناك الكثير من الأبعاد المثيرة والشيقة للتقرير. أولها أنه موجود وأنه يجمع الأشخاص الذين يتحدثون عن حياتهم وما يعني هذا لهم، وأيضا استخدام الأرقام والصور لتوضيح الوضع. الإنترنت تعطي وعد الديمقراطة والحصول على المعلومات والمساهمة والمشاركة، والواقع نراه من هذا التقرير أحد طرق عرض المعلومات. هناك أشخاص قد لا يسمعون اللغات الأقليات، فالتقرير يجعل الأمور مرئية، وهو من المهم أن يكون هناك الإجراءات السياسية التي نحتاج إلى اتخاذها لتغيير عمليات البث التي نراها، والإنترنت والأدوات التي يسيطر عليها السلطة أو القوة الاقتصادية أو السياسية، ويجب أن تكون وأيضا الاحتياج إلى وجود لغة استعمارية. بالنسبة لي البعد هو أننا بحاجة أن نوضح، والتقرير يوضح هذا أيضا، مسألة القراءة والكتابة. إذا كنت تستطيع أن تقرأ وتكتب لغة فأنت بحاجة إلى استطاعتك أن تقرأ لغة وتكتبها. أنتم كأشخاص متعددي اللغات يمكنكم أن تستخدموا العدد من اللغات، ولكن القراءة والكتابة يتم اكتسابها على مدى سنوات كثيرة. أود رفع الوعي أيضا، فكروا في مستخدمي لغة الإشارة الذين ليس لديهم طريقة طبيعية لقراءة وكتابة لغتهم. أحد يقول لي أنت تتحدثين اللغة الإنجليزية، اكتبيها بالحروف الصينية. الأمر ليس سهلا لمجرد تحدث لغة، فهذا لا يعني قدرتك على قراءتها أو كتابتها، الأمر يتعلق بالقدرة على القراءة والكتابة. ما أريده ندرة أن يتم التعامل مع ندرة البيانات. مارتن يمكن أن يتحدث عن صعوبة الحصول على المعلومات. على سبيل المثال فقط نصف سكان هذا العالم يسألون أي لغة تتحدثون عنها. معظم نصف الدول لا يعرفون أو لا يريدون معرفة ما هي اللغات الممثلة، لأنهم في هذه الحالة يجب عليهم أن يوفروا الخدمات بهذه اللغات. فهناك أيضا إجراءات سياسية تواجه توفير البيانات والأرقام، بحيث يقوم صانع السياسات يواجه الواقع أننا لا نواجه مشكلة لغوية ولكنها مشكلة سياسات. نحن دائما نتحدث عن اللغات التي تموت أو تنقرض، ومن المهم أيضا التساؤل عن التشبيهات التي نستخدمها. فاللغات لا تموت، ولكن المتحدثون يضطرون إلى التخلي عن لغتهم، ونحن لن نرى أن هذه قضية سياسية، ونحن نتعامل مع قضايا الاستبعاد والتهميش، وهذا يجب أن نأخذه في الاعتبار ونتساءل عن طرقنا في التعامل مع هذا. ونفس الشيء يتعلق بتعدد اللغات، الأمر لا يتعلق بلغة أولى ولغة ثانية. متعددو اللغات يستخدمون لغات مختلفة، يحبون استخدام لغة لشيء ما ولغة أخرى لشيء. نموذج وجود لغة أولى وثانية وثالثة
في الغالبية من العالم إن تعدد اللغات هو الشيء طبيعي. معظم الناس يتحدثون أكثر من لغة ويستخدمون لغات مختلفة لأغراض مختلفة، وهذه ديناميكية من احتياجه لكي يتم تمثيلنا أو تمثيلها. ندرة البيانات يجب التعامل معها، نحن بحاجة إلى أفضل بيانات أفضل لكي نضغط على صانعي السياسات وصانعي القرارات. وأن من المذهل أن نفكر في كل هذه هؤلاء المبتكرين الرقميين، لماذا يمكننا فقط أن نحصل على الإنترنت أو نطلع عليها من خلال الكتابة؟ كثير لديهم نظم كتابة، ولكن هذا لا يعني أنهم يعرفون كيفية كتابتها أو أنهم يستخدمونها، لأنهم يكتبون غالبا بلغة واحدة. لماذا لم يطور العالم الرقمي طرق أخرى لتوفير المعلومات بخلاف الكتابة؟ الأمر يتعلق بالنماذج المتعددة والاطلاع على الإنترنت بطرق ابتكارية وبصرية متعددة. أنا أبحث عن التنوع والبيانات الأفضل وبيانات أكثر تجعل القضية واضحة و تحضرها إلى الطاولة بحيث لا يستطيع تجاهلها أكثر من هذا. وأيضا نظم المعلومات المختلفة، أعتقد أن التقرير يمثل خطوة كبيرة تجاه دعم العالم الرقمي الذي يعكس تنوعنا البشري اليوم وليس جزء من الاستبعاد. شكرا جزيلا يا مندانا، قلت شيئين مهمين للغاية، ونتذكر أن النساء هي اللغات وأن اللغات ليست شيء منفصل ولكنها موجودة في عقولنا وأرواحنا وقلوبنا، نحن لغات، وأننا لغات حيوية أيضا ديناميكية، ونحن أيضا لدينا نماذج متعددة في تعدد لغاتنا. هيلاري، أنت بوصفك مديرة الصوت المشترك كنت في قلب وجوهر إحضار تكنولوجيا الصوت للإنترنت متعدد اللغات الذي نود أن نراه، وبالتالي بالنسبة لك ما هو أملك بالنسبة لهذا التقرير وللعالم متعدد اللغات ومتعدد النماذج الذي نتطلع إليه؟ كنا نعطيك الكلمة هيلاري، شكرا جزيلا على الدعوة للمشاركة في استعراض تقرير حالة لغات الإنترنت والمشاركة فيه. أعتقد أن هذا التقرير يعطينا الأمل المتفرد حيث أن البيانات والقصص تعكس قصص الناس حول العالم الذين يستخدمون الإنترنت وطرق الابتكارية التي يقومون ببناء الشبكات للتعبير عن أنفسهم بطريقة أصيلة بلغات كثيرة. كما ذكرت أنا سوية، أنا جزء من فريق العمل التحدث أصبح واجهة نستخدمها للتحرك عبر الإنترنت. هناك الأدوات الإملائية بالصوت، نحن نعتمد على أصواتنا في بعض الأحيان بدلا من النصوص. عندما نقرأ تقرير مثل عمل مارتن، البيانات لها صدى معي وهي ذات صلة بالناس، يتم استبعادهم إما لأنهم محتاجين إلى أو مضطرين إلى الاعتماد على اللغات الاستعمارية. عندما إن واقع أن النظم لا تدعم أي لغات إفريقية، بخصوصا جوجل وسيري وأليكسا، من المهم أن نلقي الضوء على زملائنا في أفريقيا ورواندا وأوغندا الذين يتطوعون عبر اللغة الأخرى، فإن لحيث يكون تكنولوجيا الصوت أكثر شمولاً للجميع وتوفر المعلومات بشأن كوفيد-19 بلغات أخرى. وجانب آخر استمتعت بقراءة عنه في بحوث المنصة
تنوعات اللغات الطرق التي يستخدم بها اللغة العربية فإن اللغة العربية الفصحى هي أكثر تنوعاً من هذا وهناك من يطورون ويطلقون منصة تسمح للناس بمشاركة وتحديد اللهجات المختلفة ونعمل باستخدام بي سي بي للإي 7 وهو الرمز للشرح لغات النوع المتعددة من اللغات ونضمن أننا يمكننا أن ندعم اللغات التي لديها مجموعة متنوعة من المتحدثين والمتحدثات وأنه ليست هناك طريقة واحدة لتحدث إحدى اللغات لأن هذا يؤثر على الأدوات التي يستخدمها الناس والتي يبتكرونها. والشيء الأخير الذي أود أن أذكره هو الذي أعتقد أنه كان جزء لا يتجزأ من التقرير وأتمنى أن يعطينا الطرق التي تركز على الإجراءات المختلفة التي نطلبها من مختلف المجموعات. ليس هناك الطرف فاعل واحد ولكن هناك عدد من الأطراف الفاعلة. أتمنى أن الأشخاص في المعرفة المفتوحة يعرفوا التوازن بين المنظمات ومجتمعات اللغة، أن نحترم الحدود ونعترف بالحدود عبر التكنولوجيا وعند مستندتنا لتنوع اللغات. سنحاول أن نمنع الخطورة التي تواجه انقراض بعض اللغات. هذا كل ما أردت قوله بالوقت الذي لدي. لم أكن أريد أن أتحدث كثيرا، لقد تحدثت بقوة وعبرت بطريقة جميلة عن الجوانب التي نتحدث عنها ونشاركها، أعرف أن كلنا سنشعر بها. شكرا يا هيلاري، يمكننا أن نتحدث كثيرا كلنا بشأن هذه القضايا لأنها لها معنى لكل منا. كما كنا نقول، هذا هو نحن وهذه قصتنا، ولكي نحضر كل مشاركينا الموجودين بالصوت سأنتقل الآن إلى الجزء الأخير، ختام حفل الإطلاق الجميل هذا مع زميلتي وصديقتي أدالي. ستقوم بالتيسير الآن. شكرا جزيلا هيلاري، مارتن، ماندانا وسنيها على التحدث عن هذه الجوانب المختلفة للأنماط والأرقام. أدالي صديقتي أعطيك الكلمة، ستتحدث باللغة البرتغالية. مرحبا جميعا، أود فقط أن أشكر الجميع الذين ينضمون إلينا اليوم. شكراً على مشاركة خبراتكم معنا. أود أن أطلب منكم أن تفكروا في الذي تريدون أن تروه من أجل إنترنت متعددة اللغات. أود أن تفكروا في هذا للحظة. فكروا في هذا للحظة وأكتبوا إجاباتكم في صندوق الشات أو الدردشة. لا ترسلوا إجاباتكم بعد، احتفظوا بها الآن. سأعطيكم بضع دقائق لكي تنتهوا من كتابة إجاباتكم. ما هو العمل الأهم الذي تودون أن ترونه من أجل تحقيق إنترنت متعدد اللغات؟ وعندما أقول نع يمكنكم أن ترسلوا إجاباتكم. حسناً، تفضلوا أرسلوا إجاباتكم. أرى أن هناك بعض الإجابات ترد إلينا.
فلنقرأ بعض منها. أن يكون هناك خبرة تكون حقا متعددة النماذج. التعدد اللغات الذي يؤدي إلى التنوع دعم اللغات المختلفة ومساعدة الناس على فهم ماذا يعني الإقصاء اللغوي الرقمي. لدينا بضع إجابات أخرى. المرونة في السماح بتطوير ذلك. أن نعطي الأولوية للغات التي لا تحصل على الكثير من الدعم. وهناك الكثير من الإجابات التي نحصل عليها الآن. سننشر هذه الإجابات وسنوزعها عليكم وسنرسلها إليكم. نود أن نحفظها. أعتقد أنني رأيت إجابة إضافية. يمكنكم الاستمرار في إرسال إجاباتكم. والآن ونحن نرى الكثير من الإجابات على في الدردشة. لكي نختم يمكن أن ننتقل إلى الشريحة التالية. أود أن أطرح عليكم مرة أخرى ختاما بما أننا أود أن أطلب منكم أن تكتبوا عاطفة أو شعور تتركون أو أخذتموه من حفل الإطلاق هذا. تتركون حفل الإطلاق، ما هو الشعور أو العاطفة التي تشعرون بها في هذه فيها؟ ردا على هذا السؤال، ليس عليكم أن تكتبوا أي شيء. نود عندما قلت الآن، عندما أقول الآن، أرجو أن تفتحوا كاميراتكم. بعض الكلمات التي تعبر عن الشعور الذي لدينا ونحن نعيش في حفل الإطلاق هذا. هل نحن مستعدين؟ أنا أرى أن بعض منكم تفتحون كاميراتكم. أرجو أيضاً أن تفتحوا الميكروفون وتعبروا بالكلمة أو الشعور الذي تتركون به الآن حفل الإطلاق. ما هو الشعور الذي لديكم الآن؟ أرى بعض الوجوه الجميلة على شاشتي. والآن فلنتحدث بهذه الكلمة التي نشعر بها. تفضلوا الآن. كان هذا كل الشيء. شكرا جزيلا لكم ولكنا على مشاركتنا والإجابة على هذا السؤال. أود أن أشكر كل منكم ومنكن. ننتقل إلى الشريحة التالية. من فضلكم بعض الأمور التي أود أن أذكركم بها. سنستمر
بيتحدث عن هذه الفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في إرسالها لنا ونحن سنرد على هذه الأسئلة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. ومرة أخرى سنشاهد الفيديو مرة أخرى. أود أن أشكر كل منكم ومن كنا والمترجمين والمترجمات في هذه الفعالية التي جعلوها فعالية متعددة اللغات. حقا شكرا جزيلا. شكراً.